أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا متابعي الطقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال 24 ساعة القادمة. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث يسود الطقس شديد البرودة 6 درجات مئوية، حرارة الدنيا الملموسة 5 درجات، الرطوبة حوالي 60%، والرياح تكون جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة نبدأها في المنطقة الشمالية، سكاكا 20 إلى 13، نفس الحرارة في عرعر، تبوك 22 إلى 13 درجة مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة 26 إلى 14، جدة 34 إلى 22، مكة المكرمة 32 إلى 20، والطائف 22 إلى 10 درجات مئوية. ننتقل الآن للمنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 16 إلى 10، أبها 19 إلى 8، وجازان 28 إلى 25 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 22 إلى 9 درجات، حفر الباطن 19 إلى 8، والإحساء 21 إلى 5 درجات مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى العاصمة الرياض 18 إلى 8، بريدة 18 إلى 7، وحائل 19 إلى 10 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.